السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. هنحل مع بعض الامتحان. في الأول كده، أول ما بتفتح الامتحان بيجيب لك الاسم، المفروض إن أنت تكتب في اسمك عشان أنا بتعرف عليك وأنا لسه معرفش فيك حد قبل كده. في ناس كتير بتستظرف، اللي بيحط نقطة واللي بيحط ها واللي بيحط مش عارف إيه، يعني حاجة ما هيش لطيفة. بعد كده أنا السؤال اللي عامله بس عشان أعمل استبيان كم واحد بيسمع الفيديوهات. بعد كده المفروض ان اسئله البايو بتبدا. كان في اسئله سهله بسيطه مباشره، وفي اسئله كانت محتاجه تفكير شويه. يعني اول حاجه الالدوز شوجر في ايه؟ قلنا الاوز، الالدوز بينتهي باوز، والكيتوز بينتهي بيوليوز. اول حاجه رايبوليوز، يوليوز اهو، فده كيتوز. ده هيدروكسي استون، ده الكيتوز الثلاثي. الاريثروليوز ليوز، اخر اليوز. الجليسروز اوز، مش اليوز اوز، الجليسروز، فهو اللي هو الجليسرال دهيد، فهو ده الالدوز شوجر اللي عندنا هنا. بعد كده الترايوز هو الجليسروز برضو، هو برضو الجليسرال دهيد. مش عارف الناس ما غلطانه في الاسئله دي ليه. بعد كده البنتوز شوجر، سؤال مباشر، الرايبوليوز، لان الداي هيدروكسي استون ده ثلاثي، الاريثروز ده رباعي، الجلوكوز ده سداسي. هو بيسالك على الخماسي. البولي ساكرايد عباره عن ايه؟ عباره عن بوليمر ولا اسيد ولا بروتين ولا اويل؟ لا، هي مش اسيد ومش بروتين ومش اويل، هي بوليمرات لمونوساكرايد. بيقول لك تو شوجر او سكرين بيختلفوا، هما الاثنين زي بعض بس بيختلفوا على الكونفيجوريشن بتاعهم، الصوره اللي هما بيظهروا بيها، وده بسبب يعني اختلاف سنجل، اختلاف ايه يعني؟ لو هنرسم كده المركب بالشكل ده، ادي سي اتش 2 او اتش سي اتش او اتش سي اتش 2 او اتش. هما بيقول لك ان هما المركبين زي بعض، بس الاختلاف في الكونفجيوريشن اراوند سنجل كربون اتوم. يعني مثلا المفروض المركب مش بيبقى في الصيغه، مثلا لو هنجيب الكربون اللي في النص، في ذره هيدروجين هنا وذره او اتش الناحيه دي، او العكس. فهو بيقول لك الفرق بيبقى في الشكل ده، ان مركب يبقى فيه الاتش، واحد الاتش هنا وواحد الاو اتش هنا، ومركب واحد الاو اتش هنا وواحد الاتش هنا. ده الاختلاف بين المركبين. فالمركبين دول اسمهم ايه؟ المركبين دول اسمهم الايبيمرز. سؤال مباشر برضه، مش عارف الناس غلطانه فيه ليه. عندنا جلوكوز بيدينا زاويه 1120، الروتيشن اللي بيعمله 1120 في الشكل ده، في الشكل الالفا. وفي الشكل البيتا، الشكل اللي بيعمله 190 بلس 190. لما نحط الاثنين مع بعض في خليط في سوليوشن، بيدوني زاويه روتيشن للضوء بلس 52. فهو ايه هنا الجلوكوز هنا عمل ايه، او ايه اللي حصل له؟ حصل له ميوتال روتيشن، حصل له تغيير في درجه انحراف الضوء اللي هو بيعملها. المفروض ان هو احنا لما نجيبه نحطه في سوليوشن، قلنا لو مركب في اللي هو الاسيمتريك كربون اتوم، بيبقى فيه خاصيه من خواصه اسمها الاوبتيكال روتيشن. يعني ايه اوبتيكال روتيشن؟ يعني انا لو سلطت عليه ضوء ليزر، هو قادر ان هو يحرف ضوء الليزر ده اما ناحيه اليمين اما ناحيه الشمال، و بينتج عنه زاويه. فايه اللي حصل للجلوكوز في الشكل ده؟ حصل له ميوتال روتيشن، حصل له تغيير في درجه انحراف الضوء. السكر اللي موجود في الدي ان ايه، انا قلتها لك في المحاضره، دي ان ايه مع دي اوكسي ريبوز، الدي مع الدي، قلت لك الار مع الار، الريبوز مع اللي هو الار ان ايه. السورس السكروز بيتكون من ايه؟ سكر الفاكهه يا شباب، يعني الناس مش عارفه الفاكهه بتتكون من ايه؟ من جلوكوز وفركتوز. السؤال ده يعني كان في غلطه في صيغه السؤال. المفروض ان انا كنت اكتب لك الفا 1 4 جلايكوسيدك بوند، بس انا كتبت 1 4 جلايكوسيدك بوند عشان الناس تفكر برضه شويه. لما اسالك سؤال زي كده، والمالتوز ينفع والسليلوز ينفع، فخد الاشهر، الاشهر هو المالتوز. السليلوز ده حاجه قليله، ما هياش حاجه نادره وما هياش حاجه كبيره ومشهوره يعني. بس السؤال برضه كان فيه غلطه، ده ما يمنعش. ولا كوتش اوف ذا فولينج از نون ريديوسنج شوجر. احنا خدنا في الدايسكرايد في ريديوسنج شوجر وفي نون ريديوسنج شوجر. الريديوسنج شوجر كان المالتوز والايزومالتوز واللاكتوز.
النون ريديوسنج شوجر اللي انتوا خدتوه في المحاضره السكروز. فتعال نشوف السؤال، بيقول لك هنا ادي الايزومالتوز واللاكتوز والمالتوز، دول ريديوسنج، انا عارف ان هم ريديوسنج، انا ما خدتش التريلوز ده بس انا عارف ان الباقي ده ريديوسنج، يبقى هو ده اللي نون ريديوسنج. الميتا روتيشن تشينج في الايه؟ في الاوبتيكال روتيشن. السؤال اللي لسه مكررينه فوق، بيقول لك البوليسكارايد يوزد ان اسيسنج الجلوميرال فلتريشن ريت، قلناها في المحاضره، الانيولين بيشوف وظائف الكلى. الجلوكوز امينو جلايكانز ويتش داز نوت كونتين يورينيك اسيد، سؤال مباشر من المحاضره ومش عارف الناس غلطانه فيه ليه، الكرياتين صلفيه. ريبيتنج يونت اوف هاليورينيك اسيد، الهاليورينيك اسيد بيتكون من دايسكارايد متكرره، ايه الدايسكارايد ديت؟ الدايسكارايد بتاعته اللي هي الان اسيتيل جلوكوزامين مع جلوكيورينيك اسيد، ما هوش جالاكتوزامين، ما هوش ان اسيتيل جلوكوزامين مع جالاكتوز، وما هوش ان اسيتيل جلوكوزامين مع اللي ديورينيك اسيد، لا هو جلوكيورينيك اسيد مع جلوكوزامين. بيقول لك البوزيتيف بندك تيست ده از نوت جيفن باي ايه؟ البندك تيست ده كنا بنكشف بيه على النون ريديوسنج شوجر، على الريديوسنج شوجر، السكريات اللي بتعمل ريديوسنج للمواد، اللي بتختزل المواد، السكريات المختزله. فالسؤال بصيغه ثانيه، ايه النون ريديوسنج شوجر هنا؟ هو نفس السؤال اللي كان فوق اللي هو سكروز. سؤال يعني محتاج تركات فهم كده بسيط. الاسترش ده عباره عن ايه؟ عباره عن بولي سكرايد ولا داي سكرايد ولا مونو سكرايد؟ ما اعتقدش ان حد يغلط في السؤال ده، هي بولي سكرايد. بيقول لك المالتوز كان بي فورمد باي هيدروليز اوف ايه؟ السؤال ده محتاج تفكير شويه. المالتوز ده عباره عن ايه؟ عباره عن جلوكوز مع جلوكوز ماسكين مع بعض بواحد واربعه جلايكوسيديك بوند. طيب الشكل ده موجود في الاسترش؟ موجود في الاسترش. موجود في الديكسترين؟ موجود في الديكسترين. موجود في الجلوكو في الجلايكوجين؟ موجود في الجلايكوجين. طب انا لو كسرت اي حاجه منهم هيديني مالتوز؟ اه طبعا، يبقى اول في اباب. ولك ان اكزامبل اوف هيدروكسي فاتي اسيد زي ما حليناه في المحاضره، نفس السؤال اخدناه في المحاضره والناس غلطانه فيه، اللي هو سيربرونيك اسيد. اكزامبل اوف ساتيوريتد فاتي اسيد، ايه من دول ساتيوريتد فاتي اسيد؟ البالميتيك اسيد طبعا. بيقول لك اسينشال فاتي اسيد، ايه الاسينشال فاتي اسيد في دول؟ اللينوليك ولا اللينولينيك ولا الاراكيدونيك؟ الاسينشال فاتي اسيد اللي هو البوفا، البولي ان ساتوريتد فاتي اسيد، هو كل دول. عدد الدبل بوند في الاراكيدونيك اسيد حليناها في المحاضره والناس غلطانه فيها برضه، هم اربعه. ايه المقصود باوميجا 3؟ مش قلت لك ان في انظمه لعد الدبل بوند؟ في مثال اللي هو الالفا، وفي مثال اللي هو الاوميجا، وفي مثال اللي هو نعد 1 2 3. المثال الاوميجا ده كنا بنيجي نبدا العد منين؟ من عند المثال جروب، نعتبر المثال جروب اللي هي سي اتش 3 واحد، وبعد كده اللي جنبها اثنين، وبعد كده ثلاثه وهكذا. فالمفروض السؤال هنا ان هي الدبل بوند اللي هي عند الكربون رقم ثلاثه فروم ميثايل ان، تمام؟ لا هو الفاتي اسيد اللي بتحتوي على ثلاثه بالدبل بوند، ولا هو ثلاثه فاتي اسيد ماسكه في الكوليسترول، ولا هو في دبل بوند بين 3 و4. لو سبتها بين 3 و4 كده فانا بعد من عند الكربوكسيل جروب اللي هو سي او اتش، سي او او اتش اللي هو النظام العد الاولاني، ولا هو الفاتي اسيد اللي اتاتش تو كربون 3 اوف جليسرو، ما هياش اي حاجه من الحاجات دي. بيقول لك ايزومر شون باي مونوسكرايد انكلود، الايزومر عباره عن ايه؟ ايه اللي بيخلي الحياه ايزومر لبعض؟ وعرفني يعني ايه ايزومر؟ الالدوز والكيتوز هما نفس الصيغه الكيميائيه بالظبط، بس بيختلفوا بشكل المركب بيظهر لنا ازاي، هما ايزومر. الانوميريك والايبيميريك، الانوميريك والايبيميريك هما الاثنين ايزومر لبعض، الدي والال هما الاثنين ايزومر لبعض، فهو كل اقوله في اباف، سؤال مباشر يعني. ولا كوتش اوف ذا فولينج از ترو، ايه من دول صحيح؟ الناس كلها غلطت في السؤال ده، ما اعتقدش الا واحد او اثنين بس اللي هنقول صح. ولكن الجلاكتوز والجلوكوز ار ايبيمر از زي ديفير ان او اتش جروب، لا غلط. هي مش عند سي 2 يا شباب، هي عند سي 4. الفركتوز والجلوكوز ار ايبيمر از زي ديفير ان او اتش ان سي 2، لا غلط، هم ايبيمر لبعض بسبب ان واحد الجلوكوز عباره عن الدوز والفركتوز عباره عن كيتوز، هم مش بيختلفوا في الاو اتش عند سي 2. طب المنوز والجلوكوز ايبيمر لبعض، ايبيمر ازاي؟ الجلوكوز ده سداسي الكربون والمنوز ده خماسي الكربون، ازاي ايبيمر لبعض؟ طب المنوز والجلاكتوز ار نوت ايبيمر، هي دي الاجابه الصحيحه، هم مش ايه بمرفع. بيقول لك الهيترو بولي سكرايد ويتش داز نوت كونتين سلفاريك اسيد، انا مش فاهم اللي محلش السؤال ده ما بيفهمش ولا دماغه فيها ايه. هو بيقول لك
وايه الايه من دول اللي ما فيهاش سلفوريك اسيد؟ وانا بقول لك كيراتين صلفيت، فصلفيت اهي سلفوريك اسيد، كوندرويت ام صلفيت، صلفيت يعني ترمثان صلفيت، فيها صلفيت اهي، يبقى الهاليورينيك اسيد. مش عارف الناس، يعني الناس ما بتشغلش دماغها، يعني عايزه المعلومه زي ما هي كده تبقى في المروي. بقول لك لاكتوز باي هيدروليسيس جيف ايه؟ احنا لو كسرنا اللاكتوز يا شباب، سكر اللبن هيديك ايه؟ هيديك جلوكوز وجلاكتوز. سؤال مباشر برضه. all of the following have a glycosidic bond بعدها ايه؟ السؤال ده فيه تركايه كده بسيطه. قلنا يا شباب ان الجلايكوسيديك بوند دي هي البوند اللي بتربط المونوساكرايد مع حاجه تانيه، سواء كانت المونوساكرايد زيها او سواء كانت مجموعه تانيه زي مجموعه الاسبين مثلا. وانواع الجلايكوسيديك بوند دي في منها او جلايكوسيديك بوند، ودي غالبا اللي بتربط، دي المعظم اللي بتربط المونوساكرايد ببعضها، وفي ان جلايكوسيديك بوند، ودي بتربط بعض الحاجات في المونوساكرايد زي مثلا مجموعه الاسبين. فمجموعه الاسبين لما نيجي نربطها بمونوساكرايد بنربطها بجلايكوسيديك بوند اللي هي ان جلايكوسيديك بوند. طيب نحل السؤال كده، حتى لو انت مش عارف المعلومه دي نحل السؤال. السؤال بيقول لك ان كل ده فيه جلايكوسيديك بوند ما عدا ايه؟ اول حاجه الجلوكوز. طب الجلوكوز ده مونوساكرايد ومش ماسك في اي حاجه، انا بقول لك جلوكوز بس، يعني هربطه بايه؟ ما هي دي الاجابه يا شباب، يعني انا مش عارف الناس ما اخترتهاش ليه. السكروز، السكروز ده داي سكرايد، فاكيد ماسكين ببعض بجلايكوسيديك بوند. ان اصل الجلوكوز مين؟ ماسكين في بعض بان جلايكوسيديك بوند اهي. الانيولين ده بولي سكرايد، ده فيه بدل الجلايكوسيديك بوند فيه 10 جلايكوسيديك بوند. انا مش عارف برضه الجلوكوز عباره عن ايه؟ هو مصدر للطاقه؟ اه مصدر للطاقه. طب هو نون ريديوسنج شوجر؟ لا هو مش نون ريديوسنج، هو ريديوسنج شوجر مش نون ريديوسنج شوجر. هو اي، هو فيه اسيمتريك كربون اتوم، واللي فيه اسيمتريك كربون اتوم بيبقى ريديوسنج شوجر. طب هو كيتو هكسوزيس؟ لا هو الدو هيكسوزيس مش كده هيكسوزيس. طب هو نوت اوبتيكال اكتيفيتي؟ لا هو في اسيمتريك كربون اتوم فهو عنده اوبتيكال اكتيفيتي. طب هو بنته شوجر؟ لا هو هيكسو شوجر مش بنته شوجر. بقول لك اونلي وان اوف ذا فولوينج اورجانيل از نون ممبرينس، ايه من دول اللي نون ممبرينس اورجانيل؟ سؤال مباشر اهو، ان مش عارف الناس غلطت ليه. سنتريول، كل دول خدناهم في الممبرينس اورجانيل. all of the following use demonstrate الميتوكوندريا، كل دول بشوف فيهم الميتوكوندريا ما عدا ايه؟ جوناس جرين بي ولا الهيماتوكسين واليوسين ولا الايرون هيماتوكسين ولا الباص؟ اكيد الهيماتوكسين واليوسين يا شباب، يعني السؤال مباشر قلت لك في المحاضره وسالت لك عليها قبل كده بس لسه بتغلط فيه. بقول لك which organelle is considered the powerhouse، ايه اللي بتطلع طاقه في الخليه؟ الميتوكوندريا طبعا. بقول لك which of the following is not considered an inclusion، خدنا الانكلوجن انواع الانكلوجن وقلنا في بيجمنت انكلوجن وفي فود ستاف. الفود ستاف كان في ليبيد وجلايكوجين تمام، انا ما قلتلكش سيره السكريتوري جرانيول تمام، بس قلت لك ان الميتوكوندريا الانكلوجن دي نون ليفنج اورجانيل، ده حاجه ما لهاش وظيفه كده في الخليه، ما هياش عايشه، حاجه كده تخزين في الخليه. وقلت لك الميتوكوندريا دي عباره عن اورجانيل، ده حاجه شغاله وبتنتج طاقه مش عارف ايه، فما هياش انكلوجن. فانكلوجن دي زي تخزين كده، زي كيس كده حطينا فيه حاجه متخزنه جوه الخليه. الميتوكوندريا ما هياش كده يا شباب. بقول لك وات از ذا تيرم فور جنرال بروسيس ذات سيل يوز تو اكسبورت ماتيريال فروم ذا سيلز، انا حاجه الخليه بتستخدمها عشان تطلع المواد اللي جواها بره الخليه، فهي الاكزوسايتوزيس. which organelle sort and package protein within the cells، ايه اللي بيغلف وبيصنف البروتينات جوه الخليه؟ اللي بيصنف بيغلف البروتينات جوه الخليه هو الجولجي ابريتس، ما هوش الرف اندوبلازميك، الرف اندوبلازميك ده اللي بيصنع، لكن اللي بيغلف وبيعدل عليهم هو الجولجي. بيقول لك which of the following is not membranous organelles، ايه من دول نوت membranous؟ سؤال متكرر. اللازوزوم؟ لا membranous. الفيلمنت؟ اه الفيلمنت. البيروكسيزوم؟ لا. الميتوكوندريا؟ لا. الاندوبلازميك الكلام كلهم لا. بيقول لك which organelle contain detoxifying enzyme اللي بيحتوي على انزيمات مؤكسده؟ البيروكسيزوم يا شباب. بيقول لك what is the term for general process that cell us to bring that cell use، المفروض دي use to bring things into the cell، ايه المصطلح اللي الخليه بتستخدمه او العمليه اللي الخليه بتستخدمها عشان تدخل الحاجات جوه الخليه؟ الاندوسيتوزس يا شباب، اللي بتطلع بره الاكزوسيتوزس اللي بتدخل جوه الاندوسيتوزس. بقول لك which organelle produce protein for export، اللي بيصنع بروتين عشان يصدر؟ الراف اندوبلازميك كريتينيك. بقول لك what is the small clear space within the cells، فراغ جوه الخليه يا شباب، يعني حاجه جوه الخليه كلير كده و هي سبيس فاضيه وما فيهاش حاجه، فاكيول. وقلنا في المحاضره قلنا الفاكيول دي قبل كده، يعني فراغ جوه الخليه.
بيقول لك وات ستراكشر كونتريبيوت تو ذا سيل السيتوسكيلتون، ايه اللي بيعمل الهيكل بتاع الخليه؟ المايكروفيلامنت يا شباب. بقول لك all of the following statement about cell membrane are correct except one. كل دول على cell membrane صحيح ولا لا؟ اول حاجه بيقول لك ان هو السكنس بتاعه من 9 ل 15 مايكرومتر، قلت لك ما فيش طول هتحفظه في الهيستو ما عدا السيل ممبرين، انا اكدت على المعلومه دي. فهو ده، هو ما هوش بالمايكرو، هو بالنانو يا شباب، ده هو من 7 ل 10 نانومتر، ما هوش بالمايكرو. المايكرو ده قد النانو 10 1000 مره. بيقول لك it is not seen by hematoxylin leucine. اه هو مش بيتشاف، حتى لو انت مش عارف المعلومه دي هو ما بيتشافش بالهيماتوكسين والليوسين فعلا. ريجوليت الباسج اوف ماتريال، اه هو بينظم مرور المواد جواه. بالاي ام بيتشاف تراي لاميلر، اه بيتشاف ثلاث طبقات بالاي ام. الانر ميمبرين ريتش ان كوليسترول، اه قلنا في تركيبه ان هو فيه كوليسترول. فحتى لو انت مش عارف المعلومه دي انت تقدر بالاستبعاد تحل المعلومه دي، والام سي كيو ليه طريقتين للحل، يا اما معلومه مباشره وانت عارفها، يا اما معلومه انت مش عارفها بس بتحلها بطريقه الاستبعاد، انت عارف ان الحاجات التانيه ما هياش المعلومه دي، فتبدا تستبعد لحد ما توصل للاجابه الصحيحه. بيقول لك البلازما ممبرين هاز اول اوف ذا فولوينج فانكشن اكسبت ايه؟ اتس ذا سايت فور هرمون ريسبتور، اه البارير فور ذا سيل فروم اكسترنال انفايرمنت، هي اللي بتحمي الخلايا من البيئه الخارجيه، اه طبعا. هاز ان التر سيل كوت الجلايكوكاليكس، طبعا. ذا سايت اوف فور بروتين سينثيسز، انا قلت لك ان المكان بتاع تصنيع البروتين موجود على البلازما ممبرين او سيل ممبرين، لا غلط، هي دي الاجابه الصح. بقول لك اوليف ذا فولوينج ستيتمنت اباوت رايبوزوم ار تروكسيب، كل الحاجات دي صحيحه بالنسبه للرايبوزوم ما عدا ايه؟ زي ار نون ممبرينس اورجانيز، اه هي نون ممبرينس اورجانيز. سايت اوف فور بروتين سينثيسز، تصنيع البروتين بيحصل فيه، اه دي ار فورمد اوف سمول اند لارج سب يونت، اكيد. زي ار ريتش ان ديوكسي رايبو نيوكليك اسيد، لا هي في هي ريتش في رايبو نيوكليك اسيد لكن مش ديوكسي رايبو نيوكليك اسيد، بس تبص في الكتاب تاني هتلاقي ان هي ريتش في الرايبو نيوكليك بروتين. they are not resolved by light microscope، اه ما بتتشافش باللايت مايكروسكوب. الانر كور اوف سيليا هاف ايه؟ الانر كور يا شباب قلنا ان هي فيها 9 دبلت و2 سنجلت، هم 20 مايكروسكوب. الول بتاع السنتريول قلنا ان هو فيه 3 تريبلت، فهو هو فيه 9 تريبلت، فهو فيه 27 مايكروسكوب. الكيراتين فيلامنت موجوده فين؟ في الابيثيليال سيلز، سؤال مباشر من الكتاب بس مش كل الناس هتاخد بالها منه. بيقول لك وان از ريجارد از اندوجينوس بيجمنت، ايه من دول اللي بيعتبر اندوجينوس بيجمنت؟ خدنا الاندوجينوس بيجمنت في الانكلوجن، وقلنا الميلانين مثال عليه، والهيموجلوبين وكذا حاجه كده كنا قلنا عليها في المهم. بيقول لك واتش اوف ذا فولنج، ايه اللي بيشارك في انقسام الخليه؟ ده حتى طالب اولى ثانوي عارفها، السنتريول يا شباب اللي هو الخيوط المغزل بتمسك فيه وتبدا تقسم الكروموسومات، يعني مش عارف بس دماغها فين. بقول لك all statement about smooth endoplasmic reticulum are true except one، كل دول صحيحه بالنسبه للسموث endoplasmic reticulum بعد ايه؟ هي بتخزن كالسيوم، اه بتخزن كالسيوم، هي بتصنع مكونه من انستموزنج ممبرينوس ممبرينوس مايكروتيبيول او ممبرينوس تيبيول، اه هي بتصنعها من انابيب لحمه ببعضها. السموث endoplasmic reticulum important for detoxification of drug، مهمة لإن هي تعمل تكسر الأدوية والسموم وكده، اه مهم. It is concerned with backing of protein، لا الباكينج اوف بروتين بيحصل في الرف مش بيحصل في السموث. ولك all of the following statement about secondary lysosome are correct except one، كل ده صحيح بالنسبة للسكندري لايزوزوم ما عدا ايه؟ الهيترو لايزوزوم ديفولب باي فيوجن اوف برايمري لايزوزوم اند فاجوزوم، ماشي. الهيترو لايزوزوم ديفولب باي فيوجن اوف ريزيدوال بودي اند برايمري لايزوزوم، لا. الاوتوفاجيك فاكيول ار تايب اوف سكندري لايزوزوم، اه طبعا. المالتي فيزيكولار بودي از ا تايب اوف سكندري لايزوزوم، اكيد. يبقى هي دي الاجابه الصح يا شباب. بيقول لك كوريكت اباوت رايت اند ليفت من برونكاي، البرونكاي اليمين والبرونكاي الشمال، قلت لك ان اليمين اطول واعرض، فده معلومه يعني سهله وسالنا عليها كذا كذا مره والناس برضه لسه بتغلط فيه. بيقول لك الرايت برونكس از مور فيرتيكال اند براودر ذان الليفت، اه هي دي هي دي الاجابه الصح. رايت برونكس از مور فيرتيكال اند هاز نارور كاليبر ذان، يعني ارفع نارور يعني ارفع، لا الليفت برونكس از مور فيرتيكال اند براودر، هي اطول، الليفت هي اللي اطول واعرض، لا غلط. الليفت اطول بس ارفع، لا غلط. الاجابه الصح ان هي اطول، الرايت هي اطول واعرض. الكرينال نيرف اللي بتشارك في تكوين الباراسمباثيك قلنا 1973 اللي هو
1973 اللي هو الثالث والسابع والتاسع والعاشر. الناس برضه لسه بتغلط. أول الإجابة الصح هنا اللي هو الفورس، الرابع ما بيشاركش. بيقول لك the following statement describe anatomical position، يعني سؤال من أول محاضرة. الـ eye looking backward، عينك بتبص لورا وأنت في الـ anatomical position؟ لا طبعًا. الـ upper limb are hanging both sides، دراعك بيبقى جنبك؟ أه. البالم بتبقى facing backward، البالم بتاع إيدك بيبقى باصص ناحية ورا؟ لا غلط. الصم بيبقى directed medially؟ لا، الصم بيبقى directed laterally. بيقول لك الـ plane which divide the body into two equal halves right and left، ايه الخط اللي بيقسم الجسم لخطين لنصين متساويين يمين وشمال؟ الميديان بلين يا شباب. يعني سؤال مباشر. بيقول لك الاناتوميكال تيرم ذات مين نيرر تو ذا روت اوف ليمب البروكسيمال، اللي اقرب للجذع او لل او لل لل اللي هو بدايه الليمب، الروت بتاع الليمب بتاع الطرف عندك يعني اللي هو البروكسيمال. بيقول لك الرايت اتريوم ريسيف بلاد فروم ايه؟ رايت اتريوم قلنا ان هو بيستقبل البلاد من السوبيريور والانفيريور فينا كافا، قلناها برضه في المحاضره. بيقول لك ريجاردنج سيستميك سيركيوليشن which of the following is true، بالنسبه للسيستميك سيركيوليشن ايه من دول اللي صح؟ البلاد باس فروم رايت فينتريكل تو رايت اتريوم؟ لا، البلاد بيعدي من الرايت اتريوم للرايت فينتريكل مش العكس. الاكسجينيتد بلاد از كولكتد باي فين انتو رايت اتريوم؟ لا، هو اللي بيخش من الفين للرايت اتريوم بيبقى دي اكسجينيتد، ما بيبقاش اوكسجينيتد. الدي اكسجينيتد بلاد باسز ثرو اورتا تو اول تيشو؟ طيب هو القلب هيطلع دي اكسجينيتد بلاد للاورتا عشان ينزل كل الانسجه؟ لا، هو ايه لازمته؟ دي اكسجينيتد ما فيهوش اكسجين. طب الاكسجينيتد بلاد باسز ثرو اورتا تو اول تيشو اوف ذا بودي؟ هي دي الاجابه الصح، ان القلب بيطلع الدم اللي مكمل بالاكسجين عشان يوصلوا لجميع انسجه الجسم. بيقول لك ريجاردنج البلمونري سيركيوليشن ويتش اوف ذا فولوينج ستمنت از ترو، بالنسبه للبلمونري سيركيوليشن ايه الصح من دول؟ ان البلاد باسز فروم رايت فينتريكل تو رايت اتريوم؟ لا غلط. الاكسجين بلاد كولكتد باي فين انتو رايت اتريوم؟ غلط. اكسجينيت بلاد ريتيرن فروم لانج تو ليفت اتريوم؟ ايوه صح، الدم بيرجع من الرئه للليفت اتريوم. بيقول لك الرايت ليمفاتيك داكت، والسؤال ده يعني محتاج واحد مركز شويه. خدنا في الليمفاتيك سيستم الرايت ليمفاتيك واللي هو الثوراسيك ده، وقلنا الرايت ليمفاتيك بتدرين ايه؟ الرايت هيد اند نيك، الرايت ثوراكس، الرايت ابر ليمب. فالاجابه الصح هنا هي رايت ابر ليمب، وقلنا ان باقي الجسم الثوراسيك ده هي اللي بتعمله درين. البرين ستيم بيتكون من ايه؟ من برين وبونز ومظله. سؤال مباشر يا شباب، برضه الناس اللي غلطانه في دي ما فتحتش الكتاب ولا عملت ايه؟ السيجمنت اوف سباينال كورد، ناس كتير غلطانه في السؤال ده مع انه سؤال سهل يعني. 8 سيرفايكال، 12 ثوراسيك، 5 لمبر، 5 سيكرال، 1 كوكسيجيه. انت خدتها في الاناتومي وفي الفيسيو برضه. الاناتوميكال تيرم اللي بيعني اواي فروم ميديان بلين، اللي بعيد عن خط المنتصف ده لاترال. يعني الناس اللي بتغلط في ميديان ولاترال، ميديال ولاترال دي يعني لسه ما دخلتش معانا طب ولا ايه؟ البرايمري سكس اورجان ده سؤال مباشر ونبهت عليه في المحاضره وقلت لك ان هو تيستس. الترم فليكشن ريفير تو ايه؟ فليكشن دي بتعني ايه؟ فليكشن يا شباب يعني تاني، يعني انا اهو مع دراع مثلا، ده دراع وعند كده المفصل مثلا بتاع الكوع، وده بقيه الدراع. ففليكشن معناها ان انا بتني بجيبه كده، بجيب الدراع كده بقربه من بقرب السطحين من بعض. اكستنشن بقى معناها ان انا بفرده وببعد الاثنين دول عن بعض كده، اكستنشن. اكستنشن اهو برجعه لورا. مش عارف برضه الناس لسه بتغلط في اول محاضره كده ليه. فالترم فليكشن ده معناه ايه؟ معناه بندنج تاني. ستريتننج دي اللي هو الاكستنشن. موفمنت اواي فروم ميديان بلين، ابعد عن الميديان بلين، ده اللي هو اللاترال. موفمنت توورد الميديان بلين، ده اللي هو لا لا، موفمنت مش بوينت. موفمنت يعني بتحرك ناحيه الميديان بلين، او موفمنت اللي هو الميديان روتيشن. موفمنت لا لا لا، معذره. موفمنت اواي فروم ميديان بلين، انا بتحرك بعيد عن الميديان بلين. يعني انا مثلا لو معايا ادي الجسم كده اهو، اعتبره ان ده الجسم ودي الايد، فديت موفمنت اوي، ببعد عن الميديان بلين، ببعد عن خط النص، فدي اسمها ابدكشن. ابدكشن. طيب موفمنت توورد الميديان بلين، انا بتحرك ناحيه الميديان بلين، ناحيه الجسم، فدي اسمها ادكشن. اد يعني بضيف اد للجسم،
هي ادكشن يعني موفمنت توورد ميديان بلين، وادكشن يعني موفمنت اواي فروم ميديان بلين. الناس برضه لسه بتغلط في المصطلحات الطبيه. بعد كده الترم ادكشن اهو نفس السؤال اهو، ادكشن يعني ببعد عن خط المنتصف، موفمنت اواي فروم ميديان بلين. ابقى تست لوكيتد في منين؟ في السكروتم. الموست فين كاري ايه؟ موست فين معظم الاوراق ده بتشيل ايه؟ بتشيل الاكسجين البور بلاد، الدم اللي هو الاكسجين، نسبه الاكسجين فيه ضعيف، هو دي اكسجينات البلاد. بقول لك which of the following is not part of diencephalon. قلنا الداينسيفالون ده اللي هو منطقه المهاد وتحت المهاد، اللي هو الثالاموس والهايبوثالاموس. ما قلناش ان هو منطقه السريبرم خالص، ما قلناش ان هو منطقه المخ خالص. السيمينال فيزيكال دي بتقع فين؟ كل الناس غلطت في السؤال ده، دي بتقع خلف المثانه، خلف المثانه يا اولاد مش خلف البورسيه. يعني لو بصيت على الرسمه تلاقي المثانه البوليه عامله كده، هتلاقي البورسيت مثلا هنا، وهتلاقي السيمينال فيزيكال في الحته دي، هي خلف اليورينال بلادر، ما هياش خلف البورسيت، ما هياش هنا مثلا. بقول لك all of the following are part of large intestine except ايه؟ large intestine الامعاء الغليظه. كل ده من مكوناتها ما عدا ايه؟ السيكم. لا السيكم من large intestine. الاسندين كولون لا، سيجمويد كولون لا، هي الديودينم يا شباب. الاناتوميكال تيرم ذات مين اواي فروم روت اوف ليمب، بعيد عن الجذع بتاع الجسم. ده ايه؟ ده اللي هو الديستال. which of the following is true about the coronal plane. ايه من دول اللي صح بالنسبه للكورونال بلين؟ هو هوريزونتال لاين؟ لا هو فيرتيكال لاين. بيقسم الجسم الانتيرور والبوستيرور؟ لا تمام، هي دي الصح. كات ذا بادي انتو ابر اند لور هاف؟ لا، اللي بيقسم البادي الابر واللور ده الترانسفيرس. ات از فيرتيكال بلين؟ هو فيرتيكال بلين. طب ديفايد البادي لتو ايكوال هافس رايت وليفت؟ لا، هو بيقسم البادي اللي هي انتيرور والبوستيرور. يقول لك بالنسبه للتوتال بادي ووتر كل ده صح ما عدا ايه؟ السمول بورشن اوف بودي ويت ان من ذا ويمن، نسبه الميه في الرجاله بتبقى اقل من الستات. لا انا قلت لك ان الستات الدورفيج جسمها اعلى، فنسبه الميه في جسمها اقل. هو فدي الاجابه الصح، وبقول لك كل الاجابات دي صحيحه ما عدا ايه؟ بقول لك كومبرمايز هاف اوف تو ثيرد اوف بودي ووتر ان يونج ادلت، هي بتمثل تلتين البودي ووتر في الشباب. ماشي، كان ميجر باي دايليوشن تكنيك اكيد. It form a small percentage of body weight in fat person than lean person. بتمثل نسبة يعني المية في الشباب التخان أو في الناس التخان أقل من الناس الرفيعين. طبعا لأن الدهون بتقلل المية. فالإجابة الخاطئة في الإجابات دي اللي هو نسبة المية في الرجالة أقل من الستات. ولكن الهوميوستاسيس is regulated by إيه؟ الجينيتيك فيدباك. يعني مش فاكر الآن. ولا كاركتر اوف هوميوستاسيس كنترول ميكانيزم ار ايه؟ هي فيها سنسور وانتجريتنج سيستم وفيها افكتور، فهو الكنترول ميكانيزم بتاع الهوميوستاسيس في كل ده. بقول لك اول ستمنت اباوت سمبل ديفيوجن ار ترو اكسبت ايه؟ سمبل ديفيوجن كل حاجه دي صح ما عدا ايه؟ نيد كارير؟ لا سمبل ديفيوجن مش محتاج كارير. السبستانس موز فروم هاي تو لو كونسنتريشن اكوردنج تو كونسنتريشن جريدينت، هي دي صح. اتس باسيف بروسيس؟ صح. اكزامبل از موفمنت في اوكسجين؟ صح. هو الاجابه الصحيحه هنا ان هو مش محتاج كاري. الجلوكوز از ترانسبورتد في السمول انتستين، انت المثال الوحيد اللي خدته على السكند رياكتيف ترانسبورت كان انتقال الجلوكوز، لما كنا بنقول احنا بنعدي صوديوم وبنعدي معاه جلوكوز، فالجلوكوز بيتنقل في السمول انتستين بسكند رياكتيف ترانسبورت يا شباب. بقول لك اول اباوت نيجاتيف فيدباك ار ترو اكسبت ايه؟ كل ده بالنسبه للفيدباك صحيح ما عدا ايه؟ الريسبونس از انتاجونيستيك للستيميوس بوز تشينج اند مينتين ستابيليتي اكيد. المثال اليوتراين كونتراكشن اللي بيحصل في الشايلد بيرس، لا ده من امثله البوزيتيف فيدباك. بقول لك لارج مولكيول ار ترانسبورتد باي ايه؟ اللارج مولكيول الجزيئات الكبيره يا شباب بتتنقل ازاي؟ احنا خدنا الفيزيكولار ترانسبورت في الفيسيو اللي هي اللارج سبستانس، بتتنقل بالفاجوسيتوزس وبتتنقل بالبينوسيتوزس وبتتنقل بالاكزوسيتوزس، قلنا ان هي بتتنقل بالشباب بالثلاثه. فهو الاجابه الصح هنا اولف اباف. بص هي في قاعده في الطب كده، اي ما تجي لك اولف اباف خدها، بس القاعده دي احيانا بتجلي، بس معظم الاسئله اللي بيبقى فيها اولف اباف بتبقى الاجابه الصح اولف اباف. يعني غالبا يعني حط القاعده ده في دماغك بس ما تعتمدش عليها. بعد كده بقول لك one of the following substance move by primary active transport
ايه من دول بيتنقل بالبرايمري اكتيف ترانسبورت؟ المثال الوحيد اللي انت خدته على البرايمري اكتيف ترانسبورت كان الصوديوم، كان في صوديوم بوتاسيوم بامب. كونسيرنينج فيدباك ميكانيزم، اول ار ترو اكسبت ايه الفيدباك ميكانيزم، كل ده صحيح ما عدا ايه نيجاتيف فيدباك ريسبونس اوف ذا سيستم از اتونيستيك ستيمولس. الريسبونس اللي بيعمله فيه النيجاتيف فيدباك بيبقى عكس اللي حصل في الجسم. وطبعا بوزيتيف فيدباك ليد تو انستابيليتي، ماشي. بوست كنترول سيستم اوف ذا بادي اكت باي نيجاتيف فيدباك، اكيد. طب الموست كنترول سيستم اوف ذا بادي اكت باي بوزيتيف فيدباك، هي دي الاجابه الغلط. لا، معظم اجهزه الجسم بتشتغل بالنيجاتيف، ما بتشتغلش بالبوزيتيف. البين كاتايون انترا سيلولار ايه؟ هو البوتاسيوم يا شباب، قلنا البوتاسيوم هو اللي موجود جوه اكتر، والصوديوم هو اللي موجود بره اكتر. كونسيرنينج اكسترا سيلولار فلويد، كل ده صحيح ما عدا ايه؟ ان هو بيمثل ثلث المايل جسمك. ان هو البرنسيبال انايون في الكلورايد والبايكارب. الكلورايد هو الانايون اللي موجود في الاكسترا سيلولار فلويد، بقسم ان هو في بوتاسيوم اكتر من جوه، في بوتاسيوم وبروتين اكتر من جوه الخليه. لا، هي دي الاجابه الصح. ولكن الانرجي از بروفايدد فروم كونسنتريشن جريدينت اوف انذر ايون از كولد ايه؟ انا بوفر طاقه بين فرق التركيز بتاع ماده تانيه. انا معايا ماده تانيه بتعدي، او في فرق تركيز بين داخل الخليه وخارج الخليه، الفرق ده بيعمل لي طاقه، فانا بستغل ده ان انا بنقل ماده تانيه معاها. دي السكند دايركت ترانسبورت يا شباب، يعني سؤال مباشر في المحاضره والناس برضه غلطت فيه، فاهم يعني ايه الصعب ده؟ كونسنتريشن اوف صوديوم ان اكسترا سيلولار فلويد ايكوال ايه؟ ده انا علمت لك على حاجتين بس اللي تحفظهم، تركيز الصوديوم بره الخليه وتركيز البوتاسيوم بره الخليه، دول اللي قلت لك تحفظهم، ودول 145. ولك سكند دايركت ترانسبورت اند فاسيليتد ديفيوجن ار سيميلار ان ذات زي السكند ريكتيف ترانسبورت والفاسيليتد ديفيوجن بيتشابهوا في ايه؟ ان هم بيستخدموا انرجي؟ لا، الفاسيليتد ديفيوجن ما بيستخدمش انرجي. الاثنين بيستخدموا كارير؟ الاثنين بيستخدموا كارير. تدي تو ريستور الاكوليبريم؟ لا، السكند ريكتيف ترانسبورت بيبقى اجنست الكونسنتريشن جريدينت، مش مع الكونسنتريشن جريدينت. ترانسبورت ووتر؟ لا، الترانسبورت ووتر ما بيحصلش فيه السكند ريكتيف ترانسبورت. يوز شانل؟ لا، هو الاجابه الصح هو ان هم الاثنين بيستخدموا كارير. ريشيو اوف بادي ووتر تو بادي ويت از هايست امونج ايه؟ نسبه الميه بتبقى اعلى في انها حاجه من الحاجات ديت النيو بورن. يا شباب معلومه من المحاضره مباشره برضه. انا دلوقتي هحقن لتر، وعايز اللتر ده يخلي لي الاكسترا سيلولار فلويد اكتر قدر ممكن. ايه من دول هستخدمه؟ واحنا يا شباب مش قلنا ان الميه بتتنقل من التركيز الاقل للتركيز الاعلى عشان تروح عشان تعمل تعادل للاملاح. انا دلوقتي لو هقن هايبرتونيك سلايد، يعني سلايد مركز، هنا حقنت محلول ومحلول مركز، فالمحلول المركز ده هيروح في الاكسترا سيلولار فلويد، وكمان هيسحب ميه من جوه الخليه لبره الخليه، فده هيزود لي نسبه الاكسترا سيلولار فلويد. هي دي الاجابه الصح يا شباب، يعني مش محتاجه تفكير يعني. حتى الطب عندنا يا شباب ما فيهوش تفكير، الطب معلومات، واحد زائد واحد بيساوي اثنين، ما فيهوش رياضه، ما فيهوش احياء، ما فيهوش ان انت تقعد تفكر، هو معلومه انت عارفها وبتجاوب عليها. اقول لك في المحاضره البصل لونه اخضر، اجي في الام سي كيو اقول لك البصل لونه ايه؟ اخضر، احمر، اصفر، بس هو ده الطب. معلومه لو انت مذاكرها وفاهمها كويس هتعرف تجاوب، ما فيهوش اختراع خالص. الاكسترا سيلولار فلويد ديفير فروم انتر سيلولار فلويد ان ذات ايه؟ الاكسترا سيلولار فلويد بيختلف عن الانتر سيلولار فلويد في ايه؟ هاير اوزمولاريتي؟ لا، الاثنين الاوزمولاريتي بتاعتهم المفروض ان هي ايكوال. نو بروتين؟ لا، في بروتينات بدليل ان الدم من ضمن الاكسترا سيلولار فلويد، بس في بروتينات، في بلازما بروتين. لو كالسيوم كونسنتريشن، احنا ما خدناش تركيز الكالسيوم فسيبها دلوقتي. هاير كلورايد كونسنتريشن، الاكسترا سيلولار فلويد في الكلورايد اعلى من الليفر. هاير ماجنيسيوم كونسنتريشن، احنا ما خدناش المغنيسيوم، فخليك في الاجابه اللي انت عارفها. لما تيجي تحل ام سي كيو بتبقى في حاجات انت مش عارفها، انت ما خدتهاش، فالسؤال بيسالك في الحاجه اللي انت عارفها، ركز في اللي انت عارفه. من سبستنس ار ريموفد فروم ذا سيل 2 او صد باي ايه؟ بعض المواد او معظم المواد بتتشال من الخليه لبره، بتطرد بايه؟ الاكزوسايتوز يا شباب، اكزوسايتوز. السؤال اللي اتكرر اهو. اكزامبل اوف كو ترانسبورت، كو ترانسبورت يعني انا بنقل حاجه مع حاجه، كو ترانسبورت الصوديوم جلوكوز ترانسبورت. السمباثيك سيستم هاز شورت بوست جانجليونيك فايبر؟ لا، الباراسمباثيك هو اللي ليه شورت بوست جانجليونيك، او عشان الناس برضو اللي لسه ما فهمتش، احنا قلنا ان ادي السيجمنت بتاعت
بتاعه السباينال كورد بتبقى اتش شيبد كده، وبتطلع من اللاترال هورنسز البري جانجليوني وتروح الجانجليا تعمل فيها ريلي، بعد كده تروح من الجانجليا للعضو اللي هي بتغذيه. تمام، وقلنا ان الجانجليا بتاعت السمساتك بتبقى كولاترال، بتبقى في المنتصف كده في ما بين السباينال كورد والعضو، لكن الجانجليا بتاعت الباراسمباثيك بتبقى تيرمينال، بتبقى قريبه قوي من العضو، فعشان كده البريك جلونيك بتاع السمباثيك طويل ما هوش قصير. البوست جلونيك، البوست جلونيك بتاع السمباثيك بيبقى طويل ما هوش قصير، بتاع الباراسمباثيك هو اللي بيبقى قصير، بيبقى حته صغيره بس. طيب البريك جلونيك بتاع السمباثيك مقارنه بالباراسمباثيك، لا هو مقارنه بالباراسمباثيك، الباراسمباثيك البريك جلونيك اكتر بتاعه، لان هو بيمشي مسافه طويله على ما يعمل ريلي. فهنا السمباثيك هاز شورت بوست جانجليونيك، لا كونسيس اوف فيجاس نيرف، لا الفيجاس ده بيخش في اللي هو العصب العاشر، بيخش في الباراسمباثيك، بروديوس نيكوتين انت ما خدتهاش لسه، بس ما بيطلعش نيكوتين، بيطلع اسطوانة كلية. بقول لك هاز سوراكو لامبر اوت فلو، ايوه هي دي يا شباب. بقول لك السيل بادي بتاعت البري جانجليونيك فايبر اللي في السمباثيك نيرفس سيستم طالعه منين؟ طالعه من اللاترال هورنسز الشباب بتاعت الفايرال كور كلها. البري جانجليونيك سمباثيك نيورون ديفير فروم بري جانجليونيك بارا سمباثيك اللي انا لسه شارحها لك دلوقتي، ان هي اقصر، البري جانجليونيك بتاعت السمباثيك اقصر من بتاعت البارا سمباثيك. السمباثيك ده ايه؟ اكزيتاتور اونلي؟ لا هو في حاجات بيبقى انهبيتر عليه، اكزيتاتور يعني محفز بس، انهبيتر اونلي؟ لا في حاجات بيبقى اكزيتاتور عليه. طب هو نوت اكتنج ديورنج ريست؟ لا اللي بيشتغل هي دي لا هو ما هوش نوت اكتنج قوي يا شباب، هو بيبقى اشهر في حاله الفايت اور فلايت او في حاله الامرجنسي، بس برضه في حاله الريست بيبقى ليه شويه ليه دور برضه. طب هو بريدوميننت ان فايت اور فلايت؟ هو اللي متحكم في الفايت اور فلايت، هو اللي شغال لوحده يعتبر في الفايت اور فلايت، هو يعني اللي واخد الابر هاند، هو اللي شغال معظم الشغل. لكن البرسم بساتك بتشتغل برضه اثناء الفايت اور فلايت، بس بتبقى حاجه نسبه بسيطه، يعني مثلا بتشتغل 80 20، 80 للسمبثاتيك في الفايت اور فلايت و20 للبرسم بساتك، واثناء الراحه برضه بيبقى مثلا 80 للبرسم بساتك و20 للسمبثاتيك. طيب حاطط للناس سؤال بونص على 5 درجات، والاجابات كلها صح عشان الناس درجاتها تتحسن، وبرضه الناس درجاتها ما كانتش يعني احسن حاجه. رحت الامتحان اسئله صعب ورسالة سهل ورسالة متوسط، بس الغريب في الموضوع ان اللي قال صعب ده الناس المتميزه اللي جابت درجات كويسه، واللي قال سهل الناس اللي هي درجاتها كانت ضعيفه. انا مثلا هعمل زيكم واقول الامتحان صعب عشان اجيب درجه كويسه، وهنا المعلومه دي كانت غلطه، فاكتب اي حاجه فيها واعمل صمت.